السلام عليكم. دائما مع صفحة جهاد من الجزائر. دائما عندنا 4 كليات جاونا النهار اليوم، راح نحاولوا نفتحوهم من علي اكسبرس. دائما لا رابط شراء راه في التعليقات، اللي حاب يربح عمولات من عندنا، اللي حاب يشري ثاني ادوات المسرح، ادوات من علي اكسبرس اي نوع، راه نديو معاه عموله قليله. مرحبا بكم الاتصال في الخاص او في الروابط الموضوعة في صفحة اليوتيوب او في المواقع التواصل الاجتماعي. عندنا كما راكم تشوفوا الدرع تاع تاتو اللي يجي في اليد. عندنا ثاني شيء هو لاعمال المسرح، اللي خاصين بالمسرح والتنشيط، خاصة التنشيط الأطفال و عصا للتنشيط. عندنا منتج آخر من علي اكسبرس دائما، اللي حاب يتواصل معنا دائما صفحة اليوتيوب أو الفيسبوك، رابط شراء من موقع علي اكسبرس. مرحبا بكم دائما معنا. مصداقية دائما تاع الشراء من موقع علي اكسبرس او موقعنا الخاص تصالدي عصا خاصة سحرية، راح تشوفها في فيديوهات التنشيط. اللي يحب يكوموند ان شاء الله يتصل بينا. مرحبا بكم كامل، دائما معكم جهاد تصغير. و هذه من الواضح ان البريد الجزائر راهم فتحوها، بريد الجزائر فتحوها، عندنا 3 كليات فيها. هذه من عند الشينوي. دائما مع افتتاح الكليات، هذه من عند عمي الشينوي. اللي يحب يشري اي منتوج وصلني ولا يحب يكومونديه يتصل بينا دائما في الخاص، مع عموله قليله لكل منتوج. مرحبا بكم كامل معنا. هذه كما رانا نشوفوا راهي سلسله فضه، هاي سلسله غورمات. عندنا المنتج الثاني من عند الشينوي دائما، تغليف جيد. اللي حاب يكوموندي ثاني راه كنا الروابط راهي في الخاص. اللي حاب يشري ثاني بعمولات جد مخفضه يتصل بينا في الخاص. عصا سحريه كما راكم تشوفوا لاعمال المسرح. عندنا منتج ثاني دائما من عند الشينوي، عند عمي الشينوي، تغليف راهو مليح. نشكر جميع اللي راهم يديروا في التعليقات على لي كوموند اللي راهم وصلوهم. ادوات عمل المسرح دائما هو تنشيط الأطفال وتنشيط كل المناسبات والعائلات. أوراق خاصة لأعمال المسرح. عندنا كلية واحدة أخرى ثاني، وما قبل الأخير دائما من علي إكسبرس. اللي يحب الشراء راه متوفر. مفاتيح جد خاصة لأعمال المسرح والسحر. الأخير ماذا سيكون؟ ليصلونا الصباح راهم من بريد الجزائر. بريد الجزائر راهم مشكورين تاني في هذا الأمر، راهم مشاركين في إيصال المنتوجات بأمانة. شكر خاص تاني ليهم.
ووردة، وردة ليست الجزائرية، وردة لأعمال المسرح. شكرا لكم، كانت معكم صفحة جهاد أنيماسيون، دائما صفحة دي زاد.